اللحظه بقى الفارقه كمان كنت تقضي تدرسي فنون جميله وتبقى عبرتي عن محبتك وهوايتك وتعلمتيها وخلاص، انما قرار بقى انك تسيبي الصيدله، تسيبي الاجزخانات اللي هي بيزنس الاسره وتتفرغي لفنون جميله، برضو قرار. هو قرار بس كنتش قادره بقى خلاص، يعني 23 سنه بشتغل مهنه مش ماليش فيها خالص، ودخلت فيها عشان الاسره، لكن فعلا اما خلصت فنون وابني اتخرج قبلها بسنه وخد الصيدليه، قلت له عايزها ولا ابيعها؟ قال لي لا عايزها. فحسيت كان زي ما حضرتك عملتي كده حمل واتشال من على قلبي كده، وبدات بقى اخش في الفن بكل قوتي بقى، اعوض معارض على ابحاث على ماجستير على دكتوراه، لحد ما بقيت الحمد لله عضو هيئه التدريس في جامعه اسكندريه، وعامله 18 معرض خاص وليا بقى مرسمي وليا يعني ليا شغل الفن بقى يعني. زوج حضرتك كان يعني مع ولا ضد الشيفت او التحول اللي حصل ده؟ لا هو طبعا له الفضل الكبير والاول يعني، وبحييه من هنا يعني ان هو زوج مثالي بصراحه، مساندني وداعمني لحد دلوقتي يعني، وهو كان دايما ورايا وبيدفعني يعني، كان يقعد يقول لي ما تعملي مشاريعك، استني ما سيبيها لي على السفره اما اجي بالليل عشان اشوفها، ويقعد يكلمني جبتي كام وتقديري كام وحاجات كده يعني، كان بيدعمني يعني فعلا. حضرتك يا دكتوره دلوقتي وانت يعني وانت تتعاملي مع الدنيا لانك فنانه تشكيليه او اكاديميه في الفنون التشكيليه، بالنسبه لك ده اسعد مما كنت صيدلانيه وعندك اجزخانتك؟ كنت دايما حاسه ان جوايا حاجه عايزه تطلع، يعني دايما حاسه ان انا مش هو ده المكان اللي انا موجوده فيه، يعني حتى كنت اخش الصيدليه احس ان انا يجي لي صداع، مش مرتاحه يعني، وما اعرفش ايه اللي هيجرالي، بس ما كنتش فعلا يعني الحمد لله ناجحه ومستمره، لكن مش هو ده اللي انا عايزاه. لما دخلت بقى كليه الفنون وبقيت استاذ دلوقتي وبدرس للطلبه وكده، حاسه ان انا يعني برضو عندي موهبه في توصيل المعلومه، فيعني الحمد لله في اتصال بيني وبين الطلبه بتوعي، ومشاريع التخرج بتقول كده يعني حاجات، عاملين مشاريع جميله، ففي فعلا حسيت ان انا هو ده الطريق الصح اللي كان المفروض اعمله من الاول. احنا كنا سعداء لما شفنا بوست من وومن اوف ايجيبت، سيدات مصر، بتتكلم عنك، واحنا طبعا بنشكرهم لان هم القوا الضوء على تجربة مختلفة، تجربة فيها كتير من التفاصيل. هو ده البوست ده، سيدات مصر ومن اوف ايجيبت. هي وومن اوف ايجيبت كمان عملت زي مسابقة كده فيها فوتينج على اكتر 50 سيدة مؤثرة في مصر في عام 2019، ودخلنا المسابقة يعني، وانا الحمد لله حصلت على واحدة من العشرة المؤثرين في الوقت ده، حتى رئيس الجامعة كرمني واداني درع الجامعة، وفعلا القصة مؤثرة. واحب قوي بقى لما حد بيخش لي على الماسنجر وما اعرفهمش ويقولوا لي احنا سمعنا قصتك وانت بتشجعينا وبتلهمينا ان احنا نبتدي من الاول، او ان احنا ممكن نحقق حلمنا في اي وقت في العمر، مش لازم اكون خلاص اشتغلت حاجة تانية ومش هقدر احقق ده، فكانت بتسعدني جدا. وبرضو بطلع عشان اقول الكلام ده عشان ادي فرصة للناس واديهم الامل ان هو يحققوا الحلم. في نموذج حقيقي حصل، دي اللي هي الموست انسبايرنج. ايه الكتاب بقى يا دكتوره؟ الكتاب بقى ده انا حبيت برضو اعمل قصه حياتي مصغره مش كلها بالحاجات، سميته امراه وثلاث مرايا. الثلاث مرايا دول هم الثلاث حاجات الصعوبات اللي قابلت، اكتر ثلاث صعوبات قابلتني في حياتي، وكان لهم تاثير يمكن كان سلبي في الاول لكن في النهايه الحمد لله كان ايجابي وربنا عوضني يعني. مفيش حياه ومفيش نجاح ومفيش تحقق من غير صعوبات يعني فعلا. اكيد الصعوبات ما كانتش قليله في القصه اللي حضرتك بتحكيها دي، يعني متخيله قد ايه العبء كان عليكي، بس في النهايه قعدتي بوصله، عملتي ريست لحياتك وعملتي حاجه بتحبيها ونجحتي فيها، حتى وان كان جت في مرحله متاخره بس عملتيها، يو ديد ات زي ما بيقولوا. الحمد لله يعني فعلا زي ما بيقولوا نيفر تو ليت، طالما عندك حلم وبتشتغل عليه اقبل اي حاجه يعني حاجات بتحصل صعوبات، او اقبل حاجات مهن حتى مش هي اللي انت عايزها، لكن في النهايه حاطط حلمك وهدفك هتوصل له ان شاء الله. دكتوره منى علي رجب، الصيدلانيه بالاساس والاستاذ المساعد في كليه فنون جميله في الاسكندريه، كل التحيه ليكي ولاسرتك وتحديدا لاحفادك.